تهدد بتقديم شكوى في حالة عودة نظام الاستبدال. الفترة اللي فاتت دي أو الفترة الحالية اتحاد الكرة كده إيه بدأ يمهد لعودة الاستبدال. أنا ليا رأي في الموضوع ده. أول حاجة يعني أول حاجة إحنا بدأنا الموسم بلايحة. اتحاد الكرة أقر لايحة إن الأندية تأيد كل نادي أيد 30 لعيب وهنديكم مساحة وتأيدوا 30 لعيب. من السنة اللي فاتت كان 25 لعيب بيتأيدوا وخمسة اللي هم مواليد 96. السنة دي اتحاد الكرة قال لهم لا بصوا أنا هديكم قايمة كبيرة كل نادي يأيد براحته 30 لعيب ومفيش استبدال. فالمهم الأندية في طبعا أنا يعني أنا لو مدير فني عمري ما هقفل القايمة بتاعتي عمري ما هأيد 30 لعيب، هروح مأيد 26 25 لعيب وأسيب أماكن فاضية عشان أقدر في شهر يناير في بعد الدور الاول ابقى ايه عندي احتياجات في فرقتي. عايز مثلا فيرويد، عايز مساك، عايز حارس مرمى، عايز لعيب وسط، عايز باك رايت، يبقى عندي مساحه. لقيت انديه راحت رايحه مقيده 30 لعيب واللي قايد 29 واللي قايد 28 لعيب، ده غلط. بس طبعا كل مدرب حر، هو بيرسم الاستراتيجيه بتاعته من اول الموسم. ففي مدربين كتير أيده 29 لعيب وفي أيده 30 وفي أيده، فالأندية دي عايزة إيه؟ نظام الاستبدال يرجع. لكن أنا بقول إن ده غلط. مفيش حاجة اسمها أبدأ الموسم وأنا قايل مفيش استبدال ومدي للأندية 30 لعيب يأيدوهم وبعدين أجي في نص الموسم أو قبل نص الموسم أقول لا ده أنا هرجع نظام الاستبدال. لا مفيش حاجة اسمها كده. عشان المسابقة تمشي وتستقر ويبقى المسابقة شرعية ما ينفعش يبقى فيه لوائح بتتغير أثناء الموسم. اللي تبدأ بيه لازم تفنش بيه. هتقولي انت مع الزمالك، هقول لكم اه انا مع الزمالك في الموضوع ده. الزمالك رافض الاستبدال وانا مع الزمالك. ليه؟ ان ده حق ربنا، ده اللي المفروض يحصل. اتحاد الكره في الاول الموسم ما ضربش المدربين على ايديهم وقال لهم ايدوا 30 لعيب كلهم، قال لهم اهدوا في قايمه اهي فيها 30 لعيب ايدوا براحتكم، انا فاتح لكم القايمه ل 30 لعيب في القايمه. فخلاص مفيش حاجه اسمها اديكم قايمه 30 لعيب وبعدين اروح مغير نظام الاستبدال. فانا بحذر اتحاد الكوره، مش انا ككريم يعني بحذر انا بهددهم، لا بحذرهم ان عايزين دايما يبقى عندنا لوائح نبدا بيها نفنش بيها. ما ينفعش طب انا دلوقتي بعد ما اعمل نظام الاستبدال ممكن انديه تيجي تقول لك ايه الغي لي بقى الهبوط، انديه تانية تقول لك مش عارف لا الدوري مش هيتحسب بالمواجهات المباشره، يتحسب بالاهداف مثلا. يعني لو فرقتين اتساووا في النقاط فيبقى كده انا بقى ايه بفتح للقيل والقال وبعمل لغط وبغير لوائح الدوري وبعمل مشكله من لا مشكله. انت خلاص اتحاد الكوره ادى للانديه قايمه ب 30 لعيب، اللي عايز بقى يقيد يقفل قايمته وخلاص هو حر قفل قايمته. بس ما فيش حاجه الزمالك، وانا بقولت لكم هو انا مش مع الزمالك عشان انا عاطفي وزملكاوي، لا انا بقول لكم حق ربنا ان خلاص إيه انت بدات الموسم بلايحه لازم تكمل بنفس اللايحه بتاعتك، ما تبوظش الدوري وما تخليش بقى نخش في مشاكل. وخلي بالكم المشار مرتضى منصور مش هيسكت في القصه دي. يعني الراجل طلع معايا اكتر من مره وصرح قال لي لا انا رافض، احنا بدانا الموسم كده يبقى لازم. وعنده حق بصراحه في الموضوع ده. يعني احنا ساعات كتير بننتقد مرتضى منصور وبنقول لا هنا غلطان هنا مش عارف ايه، لكن هو عنده حق في القصه دي. بدات الموسم بحاجه كملها، بعد كده هتخلي بقى الانديه كل واحد يتكلم يقول لك انهي الهبوط، اصل اشمعنى، اصل طب انتوا عملتوا الاستبدال، طب ما غير لي مش عارف ايه. وخلي بالكم الزمالك بيهدد بعدم استكمال الدوري او بالانسحاب في حاله تطبيق نظام الاستبدال. بس انا قلت اللي انا عايز اقوله، واتحاد الكوره بقى ايه يعني حر في تصرفاته. لكن طبعا لو حصل نظام الاستبدال عشان يرضي انديه معينه هيبقى خطا كبير جدا. واحنا عمالين نقول اتحاد الكوره وعنده نظام وفي سيستم، مهندس هاني بوريدة عامل سيستم كويس، فاتمنى ان السيستم يكمل بشكل بسيط لنهايه الموسم.